هشام من نسيم، انت فسيخاوي ولا رنجاوي ولا على الاثنين ناوي؟ قول لي بقى، انت هشام من نسيم فسيخ ولا رنج؟ لا رنجة بصراحة، انا بحب الملوحة عامة يعني، ويا ريت تكون من اسوان. رنجة رنجة ده الاثنين مرة واحدة. الرنجة رنجة اكتر الصراحة. ولا ده ولا ده. لا رنجة، انا باكل الاثنين، انا باكل الاثنين. يا فسيخ ولا رنجة لازم يعني؟ طب خلاص انا على البصل وانت عليك الرنجة. وكاتب ورق بالكلام ده ولا سيبها عايمة؟ قولي بقى، اخبارك ايه مع الفسيخ والرنجة في شم النسيم؟ اكيد طبعا، يعني دي اكلة مصرية شهيرة ومن عادات والتقاليد اللي احنا كل سنة لازم ناكل فسيخ ورنجة، دي من عند الفراعنة يعني اساس. في منشور لسه قارئه اول امبارح عن ان هو تم نزع السم منها او ال وهبد على لوحتي. اهبد يا حباد من الاثنين، وطبعا ده مش هيخلينا نقبل عليها لان احنا متعودين عليها زي ما هي كده بطبيعتها. والله طبعا. سوري، ليه هو الفسيخ مش كده للدرجه دي؟ لا بس الرنجة احسن يعني، وخصوصا ان هم قالوا ان الفسيخ لما بيتحط في الصفيحه بيكون فيه سموم اكتر فهو مضر اصلا، بس فانا بقترح ان الرنجة احسن، بقترح ان الرنجة احسن. قلبي يا رب قلبي. يا جماعه واضح ان في اقبال على الرنجه، احنا كده يعني مش عارفين ايه السبب بس ماشي. اروح العب في اي حته. قولي لي بقى، لو في مطعم بيقدم فسيخ ورنجه ولازم ناكلهم بالشوكه والسكينه، تعمل ايه؟ اكيد اكل الرنجه، اكيد اكل الرنجه. قلبي يا رب. لا صعب جدا، ما تعودناش عليها كده بصراحه، في حاجات كده ما بنعرفش ناكلها غير بايدينا. ملهاش متعه. مفيش متعه، متعه ايه شوكه وسكينه وانا باكل رنجه؟ لا لا. بص هقول لك، احنا بنروح ايه، عندنا ارض كده بتاع عمي، فهو بياخدنا بقى وبيجيب لنا كل حاجه بقى وبناكل هناك انا وصحابي، وبجيبهم معايا، بجيب خلود ومؤمنه وكلهم بجيبهم معايا وبناكل بقى هناك. هاكلها عادي. لا انا اصلا علاقتي بالسمك سيئه جدا من زمان، من صغري يعني، والموضوع ده ليه قصه جميله برضو، ان انا قبل ما اتجوز مراتي كانت عارفه ان انا ما بحبش الفسيخ والرنجه او السمك عموما، فهي اقنعتني ان ما بتحبش كده برضو، ففضلنا الخطوبه، فتره الخطوبه كلها ما تاكلش سمك قدامي ولا فسيخ ولا رنجه، وبعد الجواز بشهر او شهرين اكتشفت انها بتموت فسيخ والرنجه. كانت مخبيه طول فتره الخطوبه ان هي ما بتاكلش اسماك زيك اصلا. كانت عاملة لي كمين ان هي ما بتاخدش فسيخ ولا رنجة، وبعد الجواز اكتشفت للاسف انها مدمنة فسيخ ورنجة. مش بقالك كام سنة كده؟ كسنة زيك. كانت عاملة لي كمين. انا حبيتك وجرحتيني، انا صنتك لكن خنتيني، انت اكيد مش بتحبيني، ليه من الاول عشمتيني؟ انا في سنيني بيطلع عيني، واجب عليك انك تراضيني. بس خلينا نستغل الفرصه دي واقول لاخواتنا المسيحيين كل سنه وانتم طيبين، النهارده عيد القيام المجيد، انا مسلم على فكره بس بعيد عليهم عشان هم كمان يومين هيعيدوا علينا برضه. جمعيه ودايره قطر ما توقفش. يلا في شم النسيم، على الفسيخ ولا رنجه ناويين؟ لا يلا هنا يوفقك الثانويه ان شاء الله، تحل. بس انا برضو اتخذت على هشام يعني، ما كنتش متفق في البدايه يعني. ف عقابا ليها المفروض ما تاكلش فسيخ ورنجة في البيت خالص. هو في مثل اصلا عمي بيقول لك الجلجة الغصب خديه بجميله، فانا بقى غصب ما تعملها جميله يعني. كل سنه وكل واحد، كل سنه وكل انسان. يلا يا عم الحاج. طيب بتسالي ليه؟ طب ما انت زينا اهو. بالبصل ولا من غير بصل؟ اكيد طبعا. وكوبايه شاي. خلاص الشاي علينا احنا بقى، يبقى عليك الجرنجة وعلينا احنا الشاي. بناخد، بص يا ستي، بناخد شكلي حلو، وبيبقى معايا بقى صحابي بتوع المدرسة، وأنا بقول لهم باي. كنت تقضوا وقت سعيد مع الرنجة، وافتكرونا كده وانتوا بتاكلوا الرنجة إن شاء الله. شكرا، باي.